سين عسلية عربي لزق. الراجل قبل ما يعزقك العلقة دي ويلفك لفك اللفة الحلوة دي في قد ايه؟ ده السؤال المهم؟ ايه ده عادي؟ عادي جدا كمان. انا مش هتكلم الا في وجود المحامي بتاعي. يهبل من المحامي بتاعك؟ بجد؟ ايوه. انا اتكلم؟ كلم. صلوا على النبي. عليه الصلاة والسلام. طب زيد النبي صلي. عليه الصلاة والسلام. انا استلمت الشقة من الراجل ده شهر 4. حلو. 2017. شهر 4 ولا 2017؟ الاثنين. الاثنين ده مش اجازة؟ يا ابني الاثنين واحد. من واحد ده كان الاهلي والاتحاد وليد سليمان تقريبا. ايه يا عم ماتش ايه؟ ما تركز معايا. ما انت مش عارف تفهمنا برضه يا عسليه. ماشي ركز معايا. حاضر. صلوا على النبي. على الصلاه والسلام. طب تيجي النبي صلي. على الصلاه والسلام. قلت له اسلمك الشقه 4 سنه 22. حلو. حلو يا ابن عمي. يقوم يجي 2020 وعايز يستلم الشقه كده انا غلطان. الراجل ما غلطش يا عمرو، مظبط مواعيده على كده ومرستق الدنيا على كده. انا عايز حق اخويا. خلاص ما تعيطش. ما تعيطش بقى. اخويا ما يتضربش يا عمرو. بس يا متخلف انت وهو. انا شايف ان احنا نروح نعتذر للراجل ونحبس اخوه. ايه ده؟ يعني اخويا ملفوف ومضروب وبعدين نروح نعتذر للراجل؟ انا مش هاسكت يا جدعان. يعني هتعمل ايه؟ هنطلع نريح شويه وننام لي نص ساعه عشان اقوم افكر بروقان. يلا وتسيب حق اخوك يا زمارة. ايوه حسيبه. الحاره كلها تقول اخو زمارة اتضرب يا جدعان. عادي. بقول لك الحاره هتعايرك وتقول لك ان اخوك اتضرب. ما الجمله دي انت لسه قايلها يا ابني. مكتوب كده في السيناريو وبعد كده اروح اضرب الراجل استقبله ولا ايه؟ ده اللي مكتوب في السيناريو والله. بجد؟ ايوه يا ابني. يبقى انا ما قريتش كويس. طبعا ما قريتش. تعالى اديك السيناريو. يلا اتفضل يا عم الامور. اتفضل يا عم. ده بريك يلا يا عم بريك. اه خلاص يا عم. طب وانا المفروض اروح فين؟ تعالى اخويا زماره. هي دي الشقه. هي دي الشقه. فين الشقه؟ بقول لك ايه يا ديت؟ قصدك نفسها تبقى شقة؟ ما ده مش ميعاد تسليم الشقة. خلاص نيجي ميعاد التسليم. يلا بينا. استنى يا بني آدم. هتمشي وتسيب أخوك يتضرب وتهزق يا أخي؟ لا مش أخو الزمارة اللي يتهزق يا عم. خلاص أنا هتصرف. يا شقة وفي كسر وجلها. لا والله. طب ما تخصم الشقة بقى أحسن. الله سيبني أنا اللي أتصرف. لو فيك راجل يا شقة يطلع لي. الحمد لله مفيش حد. يلا بينا. ايه صوت الجاموسه دي؟ دلوقتي هتطلع شقه؟ جوه شقه. بقول ايه انا يعني حاسس كده ان الشقه مش فاضيه دلوقتي. يلا نيجي وقت تاني. استنى يا عم انا مش همسك الا لما اخد حق اخويا. هو ده اللي ضربك؟ لا انا بصراحه كنت مسورق مش فاكر. انت اللي ضربته؟ اوه عشان جايب لنا المشاكل. مش معنى ان انا ضربته دلوقتي ان الموضوع خلص. لا ده انا لما اروح افرمه. يلا السلام عليكم. هو اللي مسكني؟ نفس الراجل؟ انت بتحكي لي عامل ايه؟ هقول لك انا. انت دماغك هتبقى تحت ورجليك هتبقى فوق. بس بقول لك ايه؟ اوعى تقول له عايز اشرب حمص الشاي. بقول لك يا حبيب ما تظبط لنا 4 ارصاص كبده كده على ذوقك. حاضر. تحبوا تسمعوا حاجه وانتوا بتاكلوا؟ اه والنبي اغنيه انا جايب الطلبات. هو انا يا زعيف سمعنا اي حاجه؟ الكزبايه وحنجره عينين فلفل بايه. وانا ولا عينين فلفل ايه يالا؟ عينين فلفل ايه يالا؟ لما انت عامل فالح وناصح كده ادفعوا الفلوس اللي عليكم بقالها سنه. جرايه يا عم زريف. احنا هنطير ولا ايه؟ يا بابا. بابا ايه؟ بابا ايه؟ اسمها يا بابا احنا في الحاره. ايه تعليم اجنبي يا بابا؟ دول عيال صايعين جدا. ده ممكن يعوروا عربيه الكبده. يعوروها ازاي؟ معلش يا جماعه احنا اسفين. كل السندوتشات اللي في ايديكم وانا هروح اعمل لكم بقيه السندوتشات واجيبها لكم بقى وناكل سوا وكده. لا لا يا حبيب ما عندناش مساحه للكلام ده. رايحين نسجل مهرجان للشهيه. اول طريق الشهيه يمين. كارتيني ادي حريقه. بقول لك ايه يا حبيب ما تجيب بقى ال100. 100 ايه؟ ضريبه سهاله. ضريبه جايبين لي الضرايب لغايه هنا على عربيه الكبده. ياما ياما لو راحت مني ياما هنسيكوا اعصابيكم خصوصا الواد ده. خلاص يا عم زيف اما تروح منك انا هجيبها لك تاني. ايه دي اللي هجيبها تاني؟ اللي هتروح منك.
صدق حلو يالا. ايه؟ كمان مش احنا. احنا احنا بعد احنا. ايوة. يلا. غباء ده. بيذاكر بس بقى. طب نجي له في وقت تاني. خلاص. يا صباح الفل، صباح العسل على مدير عام سجلات احتماليات حفظيات تجليات السجل المدني في مصر والدول العربية كلها. الله. ايه الحلاوة دي؟ التعامة دي؟ الله. على حلوة وعجبتني. ايه اللي عجبتك يا سيدي؟ ايه اللي عجبتك؟ نعم يا عم خير. صباح الفل يا سيدي. عمرو سلمى محامي وسمسار لاعبين. شوت يا سيدي. عجبتك صح؟ الله يحفظك. قصدك حسن. الله يبارك لك يا سيدي. انا بقى اللي كنت جيت لحضرتك ايام ثانيه مسمار بتاعه قضيه المدرسين. مش فاكرك. مش فاكرك الراجل. مش حلو. مش حلو. مش حلو. انت اللي عامل لي فيها ابن خالته. سيبنا اللي اتعامل بقى. اتفضل. صباح الخير على عيونك يا قمر. اخوك زماره. يعني بتزمر يعني ولا ايه؟ وحشة قوي وملهاش معنى كمان. طب خلاص اتصرف انت. اهدي. احنا بس اسفين للازعاج. كنا عايزين مستخرج لشهادة. مش عندي يا سيدي. مساء الخير يا استاذ. ايه يا ست نعمة؟ ايه يا ست؟ ما طولت التسجيل شويه يا رادس عجرم. الساده المواطنين واقفين. عيب كده. الله. هو انا بصراحه يعني صوتي شبه نانسي عجرم بس انا مش نانسي، انا افراح. اهلا اهلا ست افراح. انت تقول يا هاني. يعني هو احنا بس كنا عايزين يعني يرضيك، يرضيك ان انا اقف بره كل الوقفه دي وفي الاخر اروح كده يعني زي ما جيت. معاش ولا كان، معاش ولا كان اللي يوقفك. يا نهار اسود. انت تأمريني. انا بس كنت عايزه يعني حضرتك تطلع لي الملف ده. ده بس الملف ده احطه في قلبي. ايوه احطه كده جوايا. يا سلام. احنا خدامين الانسانيه ياللي كلك مفهوميه. ربنا يخليك. اخ شاعر ولا ايه؟ ما تحترم الرجاله يا جدع. انت يا سيدي انت في جدع. انت بتعرف ايه؟ يا سيدي اهدى. في صلاة على النبي. معلش معلش يا استاذ، اصل انا اخواتي عصبيين قوي. عايزين الملف ده. حاضر. يعني هو ملف فيه بسرعة. خلاص خلاص بسرعة عشان انا هربانة مني. حاضر يا استاذ زمارة. حاضر يا سيدي. حاضر يا استاذ. اهدى يا استاذ زمارة. حاضر حاضر. اهدى زمارة. حاضر والنبي والنبي. حاضر بس يا ابني اسكت. خلاص خلاص. حط اهو 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 الاسم. الاسم حمودي. حمودي انطونيو. انطونيو جونزاليس. حمودي انطونيو جونزاليس. ايوه ايوه. اهدي. ده انت ولاد حلال. والله انت ابن حلال. انت بالذات والله يا استاذ زمارة انت ابن حلال. الملف كان في ايدي. ايوه. هو فين؟ نعرف فين الملف. دورنا على الملف. زمارة يلا جدع. زمارة زمارة يلا. بس حاضر يا سيدي. حاضر. هم عصبيين قوي لك. معلش معلش. حاضر. هم عصبهم تعبانين. حاضر. بسم الله الرحمن الرحيم. راحوا فين؟ هي هو في هو في هو عقدين. ايوه. اتنين مصريات اتجوزوا من اتنين مكسيكيين. ايوه. مين بقى؟ مين التاني بقى؟ حاضر حاضر حاضر. اسمع. حاضر. منور يا استاذ مصلحي. الله يبارك لك يا استاذ زماره. مشرفنا يا استاذ مصلحي. الله يعزك يا استاذ عسلية. شربت حاجه يا استاذ مصلحي؟ والله ريقي ناشف. ياما الراجل بقاله ساعة قاعد ما شربتش حاجة. اسمع لي يا اخويا. طب ما انا قاعدة بقالي ساعة ما شربتش حاجة. طب ما انا كمان بقالي ساعة قاعد ما شربتش حاجة. وانا برضو بقالي ساعة ما شربتش حاجة. انا كمان بقالي ساعة ما شربتش حاجة. انت شربت حاجة؟ ولا عمري شربت حاجة عندكم؟ طب ما احنا كلنا بقالنا ساعة قاعدين ما شربناش حاجة. ايه؟ هتطلع فلوطة انت في القعدة وتشرب انت الواحد؟ ايه عايزنا نبص لك في المشروب؟ لا يا سيدي. طب ما تقف بقى ساكت بقى. ماشي يا سيدي. حاضر. خش في الموضوع. حاضر. هي فين القمر اللي جايبه القمرات دول؟ امي. ها؟ امي. اهي. بسم الله ما شاء الله.
بسم الله ما شاء الله، دي وكالة ناسا دي كدبة كدب الإبل. أي والله قال إيه، بيقولوا القمر مش في مكانه، أتاريه هنا مالي مكانه. أبو تاني إيه يا أما الضحكة الخليعة دي؟ أنت مش قلت لي مش هتضحكي الضحكة دي غير وسط عيالك؟ وإيه الضحكة المعفنة دي؟ دي أحلى حاجة فيا. أحلى حاجة فيك إيه؟ أعمل لي الأستاذ سامو زين، ما تحترم نفسك يا أخي أمي. عيب يا أمه في إيه؟ على فكرة بقى إيه؟ دي بتشخر وهي نايمة. أكيد بتشخر مزيكي. وبتاكل أكلنا وهي نايمة. أنت هنا وشفا على قلبه. أنت تنح قوي بقى. خلاص بقى يا جماعة، مش عايزين نعطل الأستاذ مسرحي عن مصالحه. لا يا ست الستان، انا خدت النهارده اليوم نص اجازه، قلت اقضيه معاكوا هيني. خلاص بقى يا جماعه، خلوا الاستاذ مصلح يطلع ورقه وينجزنا. انت بص، انت مين؟ انت على طول مع العيال، انا مش عارفك انت مين، مش واخده بالي منك. لكن انت على طول معانا ليه؟ مش عارفه، مش فاهم، جاي عشان توقف حالي يا اخي؟ ده انا ما صدقت حد بص لي ولا عكسني. في ايه؟ مين ده؟ مين ده؟ ما تبص يا اما، بس يا اما صغرتينا في وسط الناس. انا مش طايق نفسي. خلاص بقى يا اما، هدي نفسك، خلي الاستاذ مصلح يشوف شغله. يا ترى القمر بيمضي ولا يبصم؟ صدق هقلب عليك. ليه؟ ايه فاكرني بسمجيه؟ ده انا مطربه قد الدنيا ومسقفه ومتعلمه. بتقول له يا واد دبلوم صناعه قسم براده. بسم الله ما شاء الله. ممكن توقعي لنا هنا يا ست الحبايب؟ هو ايه ده؟ وقعي لنا على الورقه دي. اوقع على ايه؟ امبابه فيصل المنير. كبيرة شوية عشان مشوار طويل. الله يحفظك. كده تمام كده يا عم؟ ايوه 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 ايوه. بس هي دي امك شارب حاجة ولا ايه؟ هو في حاجة عندنا تتشرب؟ على فكرة انا ما شربتش حاجة. اللي انت بتعمله ده قلت لك 100 مرة ما ترميش كده في الشارع. ارميه على جنب. هو ايه اللي على جنب يا حيوان انت وهو؟ ده المستخرج اللي احنا دايخين عليه من الصبح. يبقى كده فضلش على حاجه واحده بس، نلاقي المطرب وكده يبقى خلاص. جدع على عسليه. قلت لكم ما تاخدش عسليه معانا، ما بفهمش في الحاجات دي. ما بيفهمش. بتقول له جدع على ايه؟ هنلاقي فين المطرب ده ان شاء الله. قبل اي كلام بقى، انت وهو المصاريف اللي انا عمال اصرفها دي مين هيرجعها لي؟ مصاريف؟ مصاريف الا الشيطان يا حبيبي. إيه انت تطلع مصاريف؟ ده انا ما شفتكش حطيت ايدك في جيبك طلعت نص جنيه. وانت هتشوفني ازاي يعني؟ المكتب هناك كان مترشق كله كاميرات عم زماره. عايز نودي نفسي في داهيه؟ انا خدت مصلحه على جنبه وكرمشت له 100 جنيه. انت معاك 100 جنيه يا عم؟ انت لو معاك 100 جنيه ما تجيش معانا اساسا. بعدين الراجل ما كانش فاكرك. بقول لك ايه يا متر، اكتب يا اخويا اللي انت بتصرفه واحنا هنبقى نحاسبك. اكتب؟ كله مكتوب يا حبيبتي اصلا. اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. رشوه مصلحي 100 جنيه، دمغه 10، سجاير 30، مصاريف ونسريات ودبدوب 25 جنيه. ايه؟ وبتعمل بقى ال 25 جنيه دول ان شاء الله؟ جدع عسليه. دول دبدوب الفالنتين عشان مراتي. انا قريت لي الشعر محمود ياسين. مين؟ محمود ياسين. محمود ياسين بيشعر؟ ايوه بيشعر. المهم عن الفالنتين، وقال في الكتاب بتاعه ان قال لي دبدوب ب 37 جنيه، وهو كذلك انك كذاب. وهو كذلك انك كذاب. بتكذب ده كده كده يا ولاد امبابا؟ بعد التعب اللي انا بتعبه عشانكم تطلعوني كذاب؟ خساره. خلاص ما تزعلش، خلاص بقى يبقى ليك مصاريف يا اخي. مصاريف البطن بتتخان. خلاص ما تزعلش يا عم عمرو، ليك وهتاخد يا عم. خلاص كلنا عارفين ان عمرو عايز مننا فلوس. هات 10 جنيه بقى. ويا ريت انا كمان 10. وانا 15. بتوع ايه دول؟ بتوعنا. نعم. طب العشرة جنيه ماشي. خلاص يا عسليه هات انت 10 جنيه. عسليه عسليه. حضرات القضاء، حضرات المستشارين، إن الاعتراف في هذه القضية ليس سيئاً. إحنا بين إيدينا قضية إيه؟ ولد، شاب صغير، أخضر، أرعن، أهوج، اتخانق مع زميله. كلنا بنتخانق مع أصحابنا.
سحب الطبنجة من درج. أيوة الولد عنده طبنجة عادي، شاب صغير، شاب طبنجة قد كده، سحب طبنجته وخرج في الطريق، رفع حبيتين عشان يعلي، شاب صغير وده حقه. وصل لبيت المجني عليه، نده عليه انزل يا دي تيك 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 تيك. الولد منزلش، ده دي اللي تزوق يا ست القاضي. دخل بيت المجني عليه بعد ما ضرب الباب برجله، لقى المجني عليه واقف قدامه في عدم لا مبالاه، طلع طبنجته وضرب المجني عليه طلقتين في دماغه. المجني عليه دماغه ناشفه، ما ماتش من الرصاص، لكن وقع على الارض دماغه جت في سن الكنبه، مات زي فيلم البريء. الاستاذ احمد زكي والاستاذ عاطف الطيب سبقونا من سنين طويله وسموا فيلمهم البريء. الله الله على فصاحتك يا استاذ، ايه البلاغه دي؟ ربنا يخليك يا باشا، ربنا يخليك. اشكرك اشكرك اشكركم. مرضيش يديني كبده ظريف، مرضيش يديني كبده ظريف ظريف، مرضيش يديني كبده. الله الله عليك يا مايكل جاكسون العربي. سيبك بقى من الكبده بتاع بابا، وسيبك من بابا ده اصلا، انا هجيب لك كل الكبده اللي انت عايزها، بس عايزك عايزك تسمعني وتاخدني تحت باطك. القرف ده يا ابني. قصدي يعني تاخدني تحت جناحك عشان اطير معاك. انا مش فضيلك، مش فضيلك يا حبيب. كل ما افتكر ان انت ابن ظريف ما استظرفكش اساسا. طب بص، انا جايب لك سندوتشين كبده اهو، بس عشان خاطري ما تاكلهمش قدام بابا. يا حبيبي يا حبيب. وكمان جايب لك طماطم من اللي عليها توم، بتحبها قوي 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 حبيب. انت ولد موهوب، انا بحبك. ما تسمعني حاجه. عايز تسمع شرقي ولا غربي؟ نص سجق، لو نص سجق اسمع اي حاجه منك يا حبيب. انا عامل حسابي يا ولد، يا جاهز انت. الاقيش بسكوت بقى حلي المره الجايه يا حبيب. حبيب يلا سمعنا حاجه حبيب. معلش ثواني، امال ايه ده؟ ده ناي. لما انا عارفه انت هتعرفني عليه. امال لازمته ايه في ايدك؟ انت عايز تسمع الناي؟ امال اسمع بقك؟ ماشي، ده بعد اذن الناي يعني. انت بتجربه؟ ايه لسه جايبه دلوقتي؟ انت عايز تسمعني وانا بعزف يعني؟ عايز تسمع الناي وانا بعزف؟ يا ريت بقى، ما احنا مستنيين. ايه؟ انا عايز نمسك الناي واعزف يعني. يا ريت. بتجيب حاجة من فوق يا حبيب؟ جبار جبار جبار. هو ناي عمل حاجة، معلش ناي هاجم. مش مشكلة حبيب، مش يعني انت كنت بتعرف تعزف حبيب، ما عاد حبيب اي حاجة هتبقى صح. يلا حبيب. جبار. معلش صوتي عمل حاجة، أنا آسف. مش مشكلة، غني عادي، مفيش حاجة، مفيش مشكلة. يلا. جبار جبار في رقته، جبار حاجة، وكمان بتغني وحش. لا هو اللي بيعزف غلط. لا انا ما بعزفش غلط، انت اللي تغني غلط. لا هو اللي بيسمع غلط. لا انت لازم تطلب حاجة.
نطلب حاجة. انا اطلب عادي مفيش مشكلة. خلاص هات لنا حاجة نشرب. زي ايه يعني؟ هات ينسون للأستاذ. ونزل ينسون للناي. وفي حساب قديم يا نجم. واحنا ليه بقينا بنفتح في القديم كده؟ في يا جدعان؟ ما خلاص لازم نبدأ صفحة جديدة مع بعضينا. تعالى ولع. ايه؟ ليه بنتكلم في الماضي؟ ما الأستاذ عمرو قال لك ما بلاش نتكلم في الماضي، ده الماضي ده كان كله جراحي. صح يا أستاذ. ليه نفتح في الجراحي؟ صح ولا لأ؟ صح يا نجم. خلاص روح هات لي كوباية مية. كوباية مية إيه؟ مية سخنة. مية سخنة عندك للنجم وصلحه. ماشي. أنا كوباية مية سخنة للنجم بتاعنا. ده فين يا ده زمار؟ بطلبك من الصبح مقفول. أنت قافل موبايلك ليه؟ قصدك بايع موبايلي ليه؟ انت بعت موبايلك؟ ايوه بعته. وجاب كام؟ جاب 67. 67؟ ما باخشش حقوق حتى. استنى ايه اللي زورته ده؟ خلاص يا عم بفك الجو. هفضل معاك منهم كام؟ عليا 300 جنيه. ايه؟ ازاي؟ الراجل كان عايز مني 500 جنيه، بعت الموبايل وفضل عليا 300 جنيه. لا حول ولا قوة إلا بالله. اطمن يا زمارة. قانون حماية المستهلك في صفك. المادة 316 بتنص. بتنص كبدة يا عم ظريف. بس. روق روق، كل حاجة هتتصلح إن شاء الله. تصلح إيه؟ أنا مخنوق أوي يا عم. حاسس ان الدنيا بتضيق عليا لحد ما حسيت اني خسيت. انا خسيت خسيت. متشكرين يا رجاله. اتفضل اتفضل. كل واحد يروح يشوف شغله. انا هبقى كويس. المايه السخنه عملت شغل. المايه السخنه جت. حبيب قلب يا زماره. صباح الجمال سيد. صباح الجمال. صباح العسل يا ابن عمي. صباح الفل يا عسل. قوم يا ابن الظريف اقوم. قوم يا ابن الظريف اتكل على الله. انت ايه اللي معادك مع الواد الرخم ابن الرخم دوت؟ لا ده جاب لي سندوتشات. بجد؟ اه والله العظيم بس هاكلها لما ابوه يمشي. اه كنت فين يا عسليه؟ في معهد الكتاب. معهد ايه؟ كتاب. معهد الكتاب؟ ايوه. قصدي هو معهد الكتاب جواه المكتبه يعني. يا عم معهد الكتاب اللي بيبقى الكتب رخيصه. قريت للعالم الكبير شيكس كبير. شيكس من مين؟ شيكس كبير. شيكس كبير الجزء الاول؟ اه. بيقول ايه؟ بيقول ايه بقى؟ ان انا رايتهما. الله. وانها مخالفه الجبال. يا سلام على اللحظه. فهيا نلحق بيهم. يلا نلحق بقى. درجن 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 درجن. ولحقوا بهم؟ لحقوا. ايوه. الله على اخويا المثقف. المهم امك عايزه ايه وفيها ايه؟ امي عايزه ايه وفيها ايه؟ اه. امي ما فيهاش حاجه. امك كويسه. امك بتحور على عيالها عسليه. يعني سايباني الشغل بتاعي واشغالي وبتحور؟ شغلك واشغالك؟ اه. انت شغال شغلانتين؟ اه يا ابني. صل على النبي. تحب تشرب ايه؟ اديني واحد كابتشينو. ايه؟ شيزين كيك. مين؟ شيزين كيك. شيزين كيك؟ اه. خليهم اتنين ميه سخنه. ايه يا نجم انتوا ناويين تستحموا في القهوه النهارده ولا ايه؟ كلها ميه سخنه. ايه هناخد الدواء؟ كلنا بنتعالج عند دكتور واحد. وعندك ميه سخنه عشان الدواء. احلى واحد ميه سخنه للنجم بتاعنا. خلصنا بقى انت وهو. كفايه قله القيمه دي. يلا عشان نلحق الفرح. انا كلمت افراح تسبقنا. يلا بينا. بقول لك يا عمرو انا الدكتور قال لي ما تمشيش اقل من 300 متر عشان ما جهدش صوتي. يا ابني مال صوتك ومال المشي؟ يا ابني المشي نص الغنى. وبعدين انت عندك من السمانه هنا في حبل طالع لغايه الاحبال السريه. احبال السريه؟ مش عايزين رغي بقى. الفرح هي في الحاره اللي جايه الشارع اللي ورانا. احنا هنختار بين القوسين. ما كنا استنينا افراح وكانت وصلتنا بدل ما احنا تايهين كده. وافراح دي ايه جي بي اف يعني؟ عارف فكرتني الجمله دي بالشاعر ايمن الراوي. ايمن الراوي ده البقال. ما هو بقاله بيكتب. ده بيكتب حساب الزباين. بقول لك ايه؟ ايه؟ ما بلاش نمشي من الشارع ده. الواد خربوش هناك اهو. لا هنعدي من الشارع ده. ليه بقى؟ لان مفيش شارع غيره. اثبت هات انت اهو. انتوا معاكوا زماره، زماره ملك الحاره. العيال دي خبقات، خربوش وعريقه. اهم حاجه محدش يتكلم خالص واسمعوا اللي انا هقول لكم عليه. وعم من كده
لو اتضربنا ما نتعورش، ولو اتعورنا ما نتهورش، ولو اتهورنا ما نتصورش، ولو اتصورنا ما نزمرش، ولو زمرنا ما نصفرش. يلا بينا. خد ياض انت وهو يا دول. شافونا شافونا. السلام عليكم. معلمة معلمة. هتصاحبونا ولا ايه؟ احنا جايين نثبتكم اصلا. طب بالصلاة على النبي كده بقى، التامين ده مباحث ولا كارتة؟ لا دي كايتة، كايتة وماماي قضية المعلم خيبوش والنجمة حقيقي. على فكرة بقى انا صورتكم. صورتهم ازاي والموبايل في جيبك؟ ياض نسكت. على فكرة بقى اي غدر كده، اي غدر كده هنزل الفيديو على طول في فيسبوك. الله اكبر يا خيبوش، الله اكبر. ده اول طريق الشهرة اللي انا بحلم بيه، بقى نبقى تندات بقى ونبقى مشايخ، صح يا خيبوش؟ وعشان الترند بقى يعدي كوكب المريخ هقلعكوا هدومكم. تقلع مين يا روح امك؟ اختي جت، اختي جت، اختي جت. ازيك انت يا افراح؟ احنا ما بتخانقش مع حريم. هو انت يالا ما بتحرمش؟ انت خدت ايه من الدنيا؟ هو عز الجلال اللي ما خدت حاجه. طب خد. عامل ايه؟ عامل ايه؟ ايه اللي ماشي على العلاج؟ ايه يا ابني انت كنت معاك دلوقتي؟ انا عطشان قوي. عطشان ايه؟ ما تستقبلش يالا. عندي هبوط ومحتاج اكل اي حاجه. تاكل ولا بقولها بديك فوق. يلا يالا. خلاص ماشي. السلام عليكم. اولا انا احب اعيي العروس والعروسين. يا رب نقضي وقت مبسوط مع بعضينا. تحبوا تسمعوا ايه؟ حب كل. لا مش حافظها دي، معلش انا اسف. لعب يالا. لا مش حافظها، معلش انا اسف. سيره الحب لسعد الصغير. لا مش حافظها، معلش. لو سهلناها على بعض هنقول حاجه كويسه. طب اسمحوا لي اقول حاجه انا حافظها. كرد الفوق. قلت ايه؟ كرد الفوق. انت بتذاكر مغالي ولا ايه؟ انا مروان اعرفها. طب ماشي يلا. انا زمارة قدارة مفيش ولا حار متعرفنيش. 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 انا انت ايه؟ خلص الكوبليت. انا مش فاكره، انا اسف، انا مش فاكر الكوبليت. والاولاني انا مش فاكر الكوبليت، مش فاكره. مش حافظ بقيتها. انت كل مره على كده. عامل ايه طيب؟ تخت. حاضر. اسمع بقى الفن. حاضر. اسمع. تسمع ايه؟ انا زمارة اقدر انت مين؟ انا عمرو يا استاذ نعمان. معلش يا عمرو يا اخويا، معلش يا ابني، معلش. ابوس ايدك، ابوس ايدك بقى. افتح لنا الوصيه، خلي العيال دي تعرف نصيبها ونخلص. ناولني يا عمرو الملف ده. ده يا استاذ مش ده اللي تحته. يا مسهل. بسم الله الرحمن الرحيم. ما تنفضش، ده التراب معقم. بس ادينا بقى الوصيه دي واحنا هنتصرف. اوعى. اتصرف مين؟ اتصرف في الطرف الطحي. الملف ده مش هيخرج من هنا لحد ما تجيبولي كل ولاد امبابة، يعني بقيت اخواتكم. يا استاذ، هو احنا لو نعرفهم كنا جينا لك ليه اصلا؟ وبعدين يا استاذ نعمان، مش نعمان برضو؟ ما انت عارف كل التفاصيل. حبايب التفاصيل اللي عندي ادارة اعمال امبابة، املاك امبابة، حسابات امبابة، لحد جوازاتها وطلقاتها ودمتم، معرفش حاجة تانية عنها.
يعني كل المطلوب مننا دلوقتي ان احنا نروح السجل المدني نجيب لك شهادات ميلاد تثبت ان اخواتي الولاد دول من الاوراق اللي موجوده عندك في الملف ده، صح؟ طب ما انت بتفهم وانت شغال محامي. لا الحمد لله. ايوه معلش يا عمرو، معلش يا عمرو نسيت. ممكن بقى تدينا طرف خيط نمشي وراه؟ خد ادي الخيط وادي اللي كابه. بسم الله. ادي الورقه، اول جوازه لمبابه. الاول انا مين ايه؟ الفرح اللي بيدوروا فيه على عريس ده؟ انا زمارة قدارة ما فيش ولا ما تعرفنيش، انا بتاع الفرقة عسلية. ايه يلا فيه ايه؟ احنا جايين نقضي واجب ومروحين. مروحين مين يا عنيا؟ بقى بعد ما مسكت ايدي وسبلت في عنيا تقولي مروح؟ ولا انت عملت كده يلا؟ طب ما هي بسيتني وانا ما اتكلمتش. طب ليه يا زمارة؟ ليه لما انت بتحبها قوي كده ما قلتش؟ ما قلتش ايه يا جدعان؟ انتوا هتلبسوني تقمة. خلاص خلاص اكتب كتابك عليا وخلص. اكتب ايه؟ مش هتجوز انا، عارفه جاي غنى اتجوز. بقول لك انت وهو ايه؟ احنا اصلا دخلنا فرح غلط كمان. يلا نمشي من هنا. يابا يابا هو ده اللي رقص معايا يابا ومسك ايدي. يابا ايه يا جدعان؟ الراجل ده خلف بنته وعاوز يروح. الحقنا عسلية. يعني الالم اللي انا خدته ده بجد، والشلوط كمان بجد. ولا عسلية ولا عسلية. ايوه ايوه بقولك حضرنا الفطار في علبة تونة مخبية من الواد زمارة عندك في النملية. قوم يا عسلية، انت اللي مخبي مني التونة يا عسلية. انا قلت غير التونة كمان مخبي حاجات غير التونة. هشوف النصيبة اللي احنا فيها. تعال وفوتنا وجراء محكمة النهاردة. ايه احنا مربوطين؟ مربوطين يعني مش هنخلف؟ يا عم قوم بقى، قوم شوف المصيبة اللي احنا فيها دي. طب حد يديني من الألم فينا مس على وشي. احنا مربوطين مش هنعرف نديك بالألم. بقول لكم يا جدعان بتصحوا الراجل ده؟ ما انا معرفش بيصحى امتى. بقول لكم ايه؟ ايه؟ انا عندي فكرة جهنمية. ايه؟ انا اضرب الراجل ده في بطنه ونطلع نجري. نصحيه نقول له ان احنا هنهرب؟ بس اسكت اسكت. هل عندي فكره؟ قولها قولها. وفكره تانية. قول التانية. لا انا حاسس ان الاولانيه احلى. طب قولها. مش عارف، شاكك ان التانية ممكن تبقى احلى. انت بتسيب لينا قول اي واحده وخلاص. طب والله ما انا ايه. طب عندي فكره تالتة. ايه؟ احنا الراجل نايم نهرب على طول. لا يا عمرو حرام، روقان ما لقيناش ممكن يروح فيها. صح عندك حق. بقول لك ايه، انت تشوف عايز ياكل ايه يشرب ايه، انت بتستاهل يلا. طب احنا المشكله دلوقتي هربنا، هنمشي شمال ولا يمين؟ انا قريت بصراحه في كتاب الزراعه وانا مسافر نمشي على طول لحد ما نلاقي عماره. لحد ما نلاقي بس حيوان تمو. يلا يلا يلا. السلام عليكم يا حاج. يخرب بيتك. انا مش عايش حياتي بطه كده. اقعد يا رجاله اقعد اقعد. خد انا مش عارف اقعد. تعبت ازاي؟ تشرب حاجه؟ بس كولا. بس كولا يعني؟ بس كولا مش عايز حاجه تانيه. طب يا جدعان بقى انا مش هينفع، انا لو هقضي حياتي كلها مربوط عادي بس مش هخش المنطقه كده ويتهز برستيجي. برستيجك يا جدع؟ انت ما عندكش دم. امك تايهه وتقول برستيج؟ ام تايهه؟ يا ابني انت وهو انا عندي مشكله. انا عايز اخش الحمام. تخش الحمام؟ قول هعمل حمام اسمها، اعمل حمام واخلص. بقول لك امي تايه. وبعدين يا اخي مش الام اللي بتتوه ده، العيال اللي بيتوه والام اللي بتدور عليهم. بقول لك ايه، انا عندي فكره. ايه؟ انا اتفرجت على فيلم اجنبي جون بروفيزيز. إيه؟ مين؟ بروفيزيز. بروفيزيز اتفرج عليه في الصيدليه. حفله 12. ايوه. اشمعنى حفله 12؟ بتبقى فاضيه. المهم ايوه، البطل كان قاعد تحت النافوره. حلو. كانت قاعده جنبه البطله. حلوه. البطل مسك ايديها. حلو. هي مسكت ايديه. ما لازم تمسك ايديها كده، ايديها ممسوكه. قال لها بحبك. حلو. قرب منها. حلو. قرب كمان. الله
قرب كمان. الله اللحظه. البطل بقى يا بني ادم فك نفسه ازاي يا ابني؟ اصلا ما كانش مربوط. يا عم اسكت بقى، سيبنا في المصيبه اللي احنا فيها دي، عايز اشوف ايه اللي حصل في الفيلم ما شفتوش. كمل. احنا وقفنا لغايه فين؟ وقفنا لغايه ما قربوا اللحظه جايه. اللحظه بعدت. ليه كده؟ ليه كده بقى؟ بتموت ليه اللحظه جوانا؟ قرب التاني. حلو. هو قرب عليها. حلو. قرب كمان. اهو فيلم خلص. يا ايه القرف ده؟ خلص ليه في اللحظه دي؟ في جزء تاني. يبقى نخش الجزء التاني. ممكن تخلص انت وهو بقى شويه، النار قرب يطلع، عايزين نفك نفسنا. طب انا عندي فكره. قول. بص احنا نحك نفسنا في الحيطه. في الحيطه؟ اه. انت بتسكت خالص بقك ده؟ حاضر. تعالى فكني الاول وانا ما اتفك افككوا. طب استنى استنى بقى اقوم انا. وانا على وشي. على وشي. هتقفك على وشي. بس بس انت شبكت فيا. شبكت فيا. طب استنى. طيب طلعني طلعني. اه ايوه بس بس لف انت بقى كده. انت لف. هو يلف كده الناحيه دي. ازاي ما مين هيفكني؟ يعني انا هفكك كده ما تتعبش كده. اه وانت فك من هنا. يلا انا هفك. حاسب حاسب. اهو ايوه انا حتى زمارة. اهو ايوه ايوه قرب قرب. يا لهوي يخيبكوا يا دي العيال. ايه اللي بتعملوا جنب الحتة ده؟ هي كانت ناقصاكوا ده الوكسه دي والنعمه لفضحكوا. ما بقاش مش حتوا ان ما فرجت عليكوا الحاره كلها. يا ابو يوسف. لا ابو يوسف. لا ابو يوسف هتشمت يا ولاد. يا في حد ينشط دلوقتي يا ليا. بس بس يا حيوان. بس اخرس شويه يا احمد. مفيش اي حاجه. مفيش اي حاجه. اقسم بالله احبسك. كله تمام. يا اسلام. بس يا حيوان. يا ولاد اصحوا قوموا. شوف يا يا عم انت بقى. قلت لك مش هتنضف اليافطه دي. يا عم انا اصلا ما كنتش عايز احطها في الشارع. امال هتشتغل يافطه ازاي؟ هتحطها في الصاله؟ يا عم انا محبط نفسيا، مهزوز كمان من جوايا. قلت لكم مش عايز اطلع الفرح ده. انا ما كنتش محضر حاجه. استهدى بقى بالله. هتروق والله العظيم والفلوس هتجري في ايدك. انا مش عايزها تجري، انا عايزها تقعد في ايدي شويه. والله انا نسيت شكل ال 50 جنيه، مش فاكر مرسوم عليها ايه. بيبقى عليها معبد الكرنك. بجد؟ او جامع الازهر، والله ما عدت فاكر انا كمان. بقول لك ايه؟ انا هكلم الواد عسليه عشان اظبط لك الاستوديو وتسجل الاغنيه بتاعتك. اسجل ايه؟ الاغنيه ما فيهاش غير كوبليه واحد. لازم اقعد مع الشاعر عشان اكملها. طب ما تقعد مع الشاعر. ما انا الشاعر، مش عارف اقعد مع نفسي. طب استأذن انا عشان. يا عم اقعد بقى. انا مخنوق قوي يا عم. اعمل لي سندوتش جبنه. يا عم تعمل اعجبني هنا وهنا. لا يا عم انا مش هسرق اغاني. انا مش سرقه يا بني ادم، ده اقتباس. مش ايه؟ الحق الحق. ياه شفت بقى عربيات العفش بيسيبوا الباب اللي ورا مفتوح. يا بني ادم دي شكلها موميا وكانت رايحه المتحف. لا ده شكله مله سرير وقعت من. استنى كده وريني صفحه الرياضه. قائمه اجباريه للاهلي. الاهلي عنده قائمه اجباريه. ايوه يا عم الحمد لله. انت مين يا ابني؟ هو قال لك فين بالظبط؟ انا انا. طب وايه اللي جاب انا للجيزه؟ استنى بس لما نفهم. الواد ده شكله شحاته عامل طريقه جديده للشحات. روح يا ابني ربنا يسهل. انا ما بحبش بقى الشحاتين. مشيه يلا مشيه بقى. بس يا عمرو في ايه؟ ومفيش رحمه، مفيش رأفه، مفيش فكه نديها له. معيش غير 5 جنيه. هات ال 5 جنيه هيرضى. اتفضل. معاك فكة خمسة؟ مش عايز فلوس، مش عايز. طب هاتها. هي معايا. طب ما انا عايزها. ما انا هجيبها لك. طب ما انا قاعد. ما انا هجيلك. في ايه يا عم؟ ما تسالنا في موضوعنا يا اخي، الراجل هيموت مننا. قول كده. بقولها حلوة أوي يا أخي. أنت مين يا ابني وعايز إيه يا ابني؟ يا ابني ما تتكلم يا ابني. طب ما نفكوا بقى، ما نفكوا ممكن نتكلم. أو البق، لقيت البق. فك كمان فك كمان. استنى ندي البق ميه أحسن يكون الولد عطشان يا عين. خد يا حبيبي. آه كويس يا حبيبي. آه إيه يا حبيبي اتكلم. لازم ما تعيطش. أنت مين يا حبيبي؟ أنت مين؟ عسلية. أخويا عسلية؟ ده هو. عسلية مين اللي عمل فيك كده؟ ايه ما انت فكناك يا انت غبي يالا؟ فرجاني. مين؟ فرجاني. مين اللي عمل فيك كده يا بني ادم؟ بقولك فرجاني.
ايه فرجاني دي؟ فرجاني؟ لا لا عملتيها لا انا مش هسكت مش هسكت يا ابو سمير مش هسكت يا ابو سمير وانت سمير خش جوه سمير مالكش دعوه بالمشاكل ما تعيطش انت كمان ما تعيطش بقول لك اخويا ما يتضربش يا عم ما يتضربش ما يتضربش يا عم اهدى بقى زماره يا عم انا اهدى والله ايوه اخويا اتضرب في 60,000 ده ما ياما اتضرب انا بس مشكلتي ان ما ينفعش ابقى معدي في الحاره ويقولوا يلا اخو زماره اتضرب يا حبيبي عسليه حبيبي عسليه ما تعيطش بس بقى ما تعيطش واحده انت كمان يعني ايه يعني الفيلا الفيلا دي الحمد لله مات ومحدش هيورثني بس برضه هحكي لكم الفيلا دي كانت بتاعه واحد من اللي اتجوزتهم كان غني قوي الله يرحمه مات مقهور بسببي ربنا يسامحني والارض اللي عليها اشتريتها بفلوس الرجاله التاني اللي اتجوزتهم معلش ياما الجمله اللي فاتت ما خدش بالي منها نعم انا هحكي لكم تاني واشتريت الارض الارض زمان كانت رخيصه كل حاجه بتغلى ضربت معايا ملايين وفي الاخر لمين هو الولادي برضو هم هجرى لهم ايه هو حد يزعل من خبر حلو زي ده يا ولاد يا ولاد يا لولو يا فوفو يا زوزو في ايه ياما يلا نمشي من الفيلا دي ياما عشان صحابها لو جم دلوقتي هيضربونا يخرب بيت فقرك تعالى يا حبيبي تعالى يا عوعو تعالى يا قلبي تعالى يا روحي عوعو اقعد يا قلبي اقعد مش عايز اقطع الحوار العائلي ده بس عائلي طب ما انت عائلي انت عائلي ده عمرو المحامي ياما عمرو المحامي صاحبنا في ايه لا دماغكم ما تروحش لبعيد يا جزم احترموا نفسكم معايا عارفين ده لازق لكم ليه طول المده دي ليه عشان انا اللي موصيه عليكم لانه محامي ومخه نور مش زيكم اي حد يضحك عليكم وعشان يقول لي بتعملوا ايه وممكن توصلوا لايه باخلاقكم دي بياخد اتعابه ياما يعني ايه هو ايه ده دليلنا على فلوس فلوس ايه اللي بتديها له ده انا اللي بديله مصروفه وبعدين احترموا نفسكم وكلموا اخوكم الكبير كويس اخونا ايوه عوعو ابن اكبر تاجر لب سوري في سوريا ليه بس قلت لهم يا مامي اه يا عوعو يا حبيب قلب مامي انت مامي السلام عليكم عليكم السلام ايه ده وبركاته. ايه ده اوعى تقول لي ده كمان اخونا ايه ده قطع لسانك انت مين انا حبيبي ابن ظريف بتاع الكبده انا عارفاك 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 اللي جابك هنا عايز ايه انا صاحب زماره زوزو بيه حيوان طبعا انا بقيت من الاغنياء لولا هانم يا قذر فوفو بيه يا واطي عوعو بيه يا حيوان اه صحيح مش عوعو طلع اخو زوزو ولولو وفوفو عشان مومو مخبيه على لولو انت تدي حد حقنه ولا ايه ما بتفهمش وما تتكلمش يلعب ماشي اصبر الدور ده على 100,000 جنيه مش كتير يا زمارة؟ احنا بقينا اغنياء 300,000 جنيه 400,000 جنيه 700,000 جنيه كتير قوي ما تبقاش مبالغ كده هما 300,000 جنيه كويسين ماشي على الام على الاب على الام على الاب يلا بتعرف تلعب بينج ولا هتتعبني يا جدع بلعب بينج وبلياردو كمان طب يلا يلا اصبر سيفن ولا سبرايت سيفن ولا سبرايت ماريندا وانا بقول لك تشرب ايه مش في كرات سيفن وكرات سبرايت انت هتلعب انو اي حاجه زمارة بقى طب يلا يلا بسم الله ايه ده مفيش كور وقعت هتقع ازاي ما في مثلث المفروض نشيله مثلث ايه مثلث ده اهو ده يلا اه يا ابني ليه يا زماره يلا ماشي يلا يلا يا حبيبي بقى انجز اوبا اوعى يا لعيب ولا حاجه نزلت انا مش مصدق نفسي ده عسليه يا زمارة مش مصدق نفسي انا مصدق نفسي بس مش مصدق امك الفيلا دي بتاعتنا احنا لا انا شاكك يا دي عسليه امك يا حراميه يا سارقه الفيلا دي حراميه ده سارقه الفيلا مش جملتين واحد لا يا غبي يا حراميه تبقى سارقه الفيلا انما لو سارقه الفيلا هتبقى حراميه مصدق عندك حق اقنعتني يوم بس اقول لك حاجه انا من زمان وقلبي حاسس ان امي معاها فلوس المشكله في ايه بقى انا اللي هلعب ليه اوعى إيه اللي ليه
المشكله بقى في ايه؟ ان امك هتعذبنا عشان تدينا المراس. لا بقول لك ايه عشان ايه؟ هتعذب مين؟ تعذبك انت؟ انا لا، انا ممكن اخد امي واروح بيها الاسم. هتاخد امك يا زماره توديها الاسم عشان المراس؟ اه اوديها الاسم واخد السدان بتاعي حقي وازرع عليه استوديو كبير واكبر اكبر اكبر لحد ما يبقى عندي 50 سنه. حلو؟ حلو. واجيب سماعات كبيره اف ار اي بي جي دي ام واي زد. السماعات دي مش عارفها اللي بتبقى في الاستوديوهات الكبيره. وابيع الاغنيه بحوالي 65,000 دولار. مش قليل 65,000 دولار؟ خلي الغلابه تغني بقى. انا غيرك بقى. انا هاخد القراب بتاعي وازرعه ربع جرجير ربع خيار ربع قوطه ربع فلفل ونعملهم سلطه عشان ما نجيبش من بره. كل ده اللي همك؟ انا بحب السلطه يا زمار. فقير هتفضل طول عمرك فقير عشان الفقراء امثالكم ما لهمش ان هم يعيشوا في السرايا الكبيره دي. ماشي يا فنانه يا معفن الدوام قاعدين تلعبوا وسايبيني انا هموت. طب والله العظيم بموت نفسي اهو اهو. ارمي نفسك عادي. ايه هيحصل لك ايه يعني؟ تتجبسي في الاخر. مالك يا بنت في ايه؟ انتوا سايبيني سايبيني كده هموت وقاعدين تلعبوا قاعدين تلعبوا. بقول لك ايه يا افراح؟ انت الغنى مش لايق عليك اساسا. بس يا اخويا انت سيب. بقول لك انت وهو لو ما دخلتوش لامك دلوقتي واقنعتوها ان انا اتخطب لمسلحي والله العظيم يا موت نفسي. هو كده؟ تمسكيش حد غني بالطريقه المقرفه دي. وبعدين امك وابوك عندهم حق. في افراح احنا يهمنا ايه غير سعادتك يا بنتي؟ احنا كل اللي عايزينه ان انت تفرحي وتقعدي جنب جوزك في الكوشه. لكن مين؟ مسلحي. واحد اسمه مسلحي هيبقى جوز اختي انا؟ ده حتى ما اسموش تامر مسلحي ولا ياسر مسلحي كنا عديناه له. وايه الشنب بالخط المستقيم اللي عنده ده؟ مش هينفع يا افراح. هو ده اللي موجود. هو في حد يعني غيره تقدم لي؟ شايف الارسال يعني واقفه على طوابير؟ ما تتلم يا زمار. يا افراح حتى لو استحملتيه هتستحملي ضحكته ازاي؟ هتعيشي مع واحد طول الليل والنهار؟ مش هينفع يا حبيبتي. يا حبيبي بس هو غلبان. شوف انت بتعمل فيه ايه وبيستحملك وانت كمان بتعمل فيه ايه وبيستحملك. والنبي عشان خاطري بقى. طب بص يا افراح لو هتتجوزي الواد ده يغير الضحكه بتاعته يا اما ما يجيبناش البيت. انهي ضحكه؟ دي مش عايزها. طب خلاص انا هحاول اغيرها له يا زمار بقى عشان خاطري وحياة اختك. افراح زماره تعالى. ليه؟ انا عندي فكره. ايه؟ احنا نسم امك ونسم ابوكي ونسم الواد زماره. وزماره ماله؟ مش عايز السم؟ لا مش عايز السم. انت بتعزمني على العشاء؟ ايه مش عايز السم؟ افهمي بس افهمي افهميني افهميني. اما نسم ابوكي ونسم امك زماره ما نسموش عشان هو يغني لك في الفرح. ايه رايك؟ هيغني لي طبعا ده اخويا حبيبي. لا انا مش هغني في الفرح. في ايه يا ولد يا شنكل؟ صحتنا من احلاها نومه. احنا اتقفشنا في معسكر ولا ايه؟ خلاص يا حبيبي بقى. ها؟ قول لنا ايه اللي حصل؟ انا اقول لك يا زيزو بيه. اتفضل يا شنكل يا فندي. زيزو بيه. انا كنت نايم وبحلم حلم جميل قوي. حلم؟ كنت بحلم حلم. ايه؟ لا ما انا مش عايز اعرف الحلم، انا عايز اعرف اللي حصل بعد الحلم يا شنكل. انا كنت نايم. يا سيدي عرفنا، اصحى احكي لنا اللي حصل. سمعت خروشه في الباب. حلو. فتحت عيني. حلو. رحت مخمطها تاني. ما انت فتحت بتنام تاني ليه يا شنكل؟ دي ذكاء. حلو. رحت مغمض عين ومفتح عين. حلو. فجأة لقيت واحد اسمراني بينط من البواب. ده انا. ولا انت؟ ثواني لو سمحتم ممكن نعرف ايه اللي حصل بعد كده نتحاسب؟ اتفضل. لقيته نط من البوابه فقلت اللهم احفظ نشطه. عايش. رحت مستعذ بالله من الشيطان الرجيم ورحت نايم تاني. يا سيدي ليه؟ ليه ما تصحى تشوف ايه اللي حصل؟ اعمل ايه يا زيزو بيه؟ ما انا صحيت تاني. حلو. وبعدين خلص. فجأة لقيت واحد تاني بينط واسمر برضك. حلو. ده انت. ده انا. رحت رافع رجلي اليمين ورحت نايم تاني. يا عم انت اصحى بقى، اصحى في ناس بتسرقنا. اسف يا زيزو بيه اسف. رحت رافع رجلي وطير في الجو. لا انا لسه ما نطيتش.
يا استاذ لو سمحت، لو سمحت خلينا نعرف ايه اللي حصل. حاضر يا باشا. فجأة لقيت عيل قصير كده بينط. شفت بقى لما تصبر. شفت انت، ما احنا عارفين. رحت قفشه ومديله نص، راح مديله ربع. رحت قفشه التاني اداني نص، رحت مديله توب. رحت واخده ومديله نص. اصبر يا ابني. رحت واخده. ايوه كنت بفكر انام تاني. شوف يا شنكر افندي، زوزو بيه هيكرمك. لولو هانم افندم. تكريم شنكر افندي. عينيا. لا 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 لا. معلش ممكن تقولوا كرار من تحت معانا؟ حاضر يا زمار. لا 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 دلوقتي جه دور الحرامية. اولا انا مش زعلان منكم، انا مشفق عليكم، لان الحرام ما بيدومش. ولو دامت، دامت لمين؟ محمد رشدي. حرامي دمه خفيف. ها حرامي دمه خفيف. ودلوقتي لازم اعذبكم قبل ما اشوفكم. شوفكم اعذبهم. اوعى يا لولو هانم هيموت. انا عايز اشوف باي. شمس خربوش. لاش الشمس. ولعت ولاد حارتنا. يعني كمان الحرامية مش غرب. ليه كده يا شنكل؟ ليه بتعمل كده وبتمسك ولاد حارتنا؟ اسيبه مش اكل في الليل. اسكت شنكل. شوف الحرامية يشربوا ايه. يشربوا ايه؟ هو في ايه؟ روح انت شنكل دلوقتي. روح. ده انتوا عيال مجانين. انا مش راضي هزقكم قدام الولد شنكل اللي شغال عندي. شغال عندي. خلاص خلاص المره حرام. انا اسكت. اخر بايه اخر بايه والله. اكتب عسليه. سين سؤال. ايه سين دي؟ سين سؤال. ما انا بقول ان سين سؤال. خلاص مش شرط تسال يعني. ايوه. ايه اللي جابك هنا يا ولع؟ كنت بحلم وطلع كابوس. تحلم وطلع كابوس؟ اجابه غلط. غلط. اكتب غلط. غلط. خربوش. طبعا جاي انت وحريقه علشان تسرقوا الفيلا. لا واضح قوي. اجابه صحيحه. صحيحه. 10 نقاط. 10 نقاط. خليهم 15. ايه ده بقى؟ ايه ده 10. سين 3. ايه سين 3 دي؟ سين 3 سؤال 3. هي هي. نسكت بقى خالص. حريقه اللي رماك على المر. بسم الله الرحمن الرحيم. الاجابه اللي عمالي منه. اجابه صحيحه. اديله كده. اديله ايه؟ احنا بنمتحنهم. خربوش حريقه ولا عم دلوقتي في مملكتي. في مملكتي. عايز مش هتيجي في كل بيت. عايز مش هتيجي في كل مكان. كل طريقه في كل شيء. مرات كلها بلد 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 بلد. لا لا يا زمارة. لا يا زمارة. لا يا زمارة. لا لا انت هتقلب يا زمارة. حاسب في ايه؟ حاسب. انا عملت حاجة. الكراسي ما فيهاش حاجة. يا جماعة ده انا بقول اي حاجة يعني. خلاص لاست اوديشن. لاست اوديشن. ها مبسوطين؟ الا مبسوطين. مبسوطين قوي يا عمرو. قوي قوي. الا مبسوطين دي كانك انت اللي جايب لنا الفيلا يعني. الله. ايه زمارة؟ انا مبسوط قوي يا عمرو. بص النكله دي نكله. يعني انا هاكل بلح ببلاش بقى. مش هحدف في الطوب وكده. ايه ده؟ مانجا. مانجا؟ الله. يعني هاكل بلح ومانجا. ورق عنب. ورق عنب يعني اكيد في عنب. كل يوم هعمل لك حله محشي ورق عنب طازه. لا مش يعني هاكل لا مش قادر. لا لا مش قادر. لا يا جماعه بقى ما كده فتحت قوي كده بقى. انت محترم امسك نفسك. وانت يا عمرو انا مش مصدق نفسي. ليه؟
انت تطلع اخويا بعد العمر ده كله؟ احنا مفيش قدامنا غير ان احنا نروح للنعمان شركس ده. حلو. الراجل ده هو اللي عنده قصة من اولها لاخرها. طول ما اخواتكم بيتنازلوا لكم عن مراثهم يبقى انتوا بتنفذوا شروط الوصية بالتمام والكمال. انا عايزاهم يدوروا على واحد واحد على شرط يبقوا كلهم مع بعضيهم. مع بعضيهم يعني كل المطلوب مننا دلوقتي ان احنا نروح السجل المدني نجيب لك شهادات ميلاد تثبت ان اخواتي الولاد دول من الاوراق اللي موجوده عندك في الملف ده، صح؟ الله، امال فين الوضع عسليه؟ اسكت عبيط، سايب البسين الكبير ده كله وراح نزل فوق في البتاع المدور. نزل في الحوض؟ لا، في الباينو. باينو؟ قصدها البانيو. معلش اعذرها، عمري ما خدتش على الحياه بتاعت الغنى قبل كده. اه هي صح؟ ايوه. ده الواد عسليه ضحكني ضحك، فتح التلاجه دخل قعد فيها نص ساعه، وراح فتح التكييف وقعد يتنطط على السرير ينطط على السرير لحد ما داخ وراح وقع نايم. كلم العلبه الكبيره اللي كانت في التلاجه دي؟ ايوه. ده اكل الكلب؟ لا اه والله ده اكل الكلب. هو اكل الكلاب طعمه حلو كده؟ وانت اكلت منه انت كمان؟ لا، هو قال لي انه طعمه حلو. زماره صارحني، انت اكلت من البتاع اللي فوق ده بجد؟ دوت يا عمرو فيها ايه؟ لقيت العلبه شكلها تحفه وجميل ودوته طعمه جميل يا عمرو، ما حصل ليش حاجه. قلت لنا ليه يا عمرو؟ ده كان طعمه حلو قوي. في علبه تانية تحت السرير فوق. ايه؟ في علبه تانية تحت السرير فوق، ما تخافش حبيبي. ما خافش ايه؟ ده انا اكلت منها برضه. ايه ده؟ هو الاكل اللي موجود في الفيلا ده اكل كلاب كله ولا ايه يا عمرو؟ ما كانش في حد هنا يا زماره. خلاص يا عمرو، الحمد لله يا اخي. بعدين يا اخي فيها ايه؟ ما الكلاب بني ادمين زينا برضه، لا احنا عشان بقينا اغنياء نبص للكلاب بصه كلبيه كده. هما بقوا بني ادمين بس زيك انت مش زينا، خلي بالك. طب يا عمرو قلت لك لو سمعت احترمني. انا عندي مشكله دلوقتي اكبر من كل ده. ايه مشكلتك؟ الدوره الرمضانيه. العيال لو عرفت ان انا مش هكمل الدوره الرمضانيه ممكن يجوا لي هنا. محدش هيجي لك لان محدش كان حاجز اصلا. والله العظيم ولا واحد. الحمد لله يا ما انت كريم يا رب، يعني ربنا رزقنا بفيلا عشان يخلصني من الاهانه النفسيه اللي كنت عايشها في الدوره الرمضانيه. بص هو محضر لكم مفاجاه. ايه 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 ايه؟ ما لازم تبقى مفاجاه. اصبر. اخلص بقى. ولد يا بواب يا شنكل. ايوه تعال تعال يا بواب. ايوه يا شوشو بيه. احترم نفسك. شفت مهزقه ازاي؟ عشان انا غني ومعاه فلوس، ما انا اللي بقبضه. اضربه تاني؟ بص. حرام حرام. خلاص ولد يا شنكل، هتروح محل الكفته اللي في الوش هنا عندنا، هتجيب لنا بمئة ألف جنيه ريش ضاني وبمئتين ألف جنيه كباب وكفته. خلاص؟ وهات لنا ب 50,000 جنيه بقى حاجات حلوه. ماشي؟ حد يشرب عصير ولا حاجه؟ ايوه عصير رمان. خلاص ب 10,000 جنيه عصاير، خلاص؟ وخد انت 20 جنيه. يلا يلا. ما اجيب لك المطعم هنا. انت بتتريق يا ولد؟ طب والله ما انا اكل. انا همشي. انت تيتا تيتا حبيبتي يا تيتا. اهلا تيتا. اهلا تيتا. فوزة تعالوا تعالوا. بص تيتا يا خلاص يا خلاص يا يا مامي يا مامي يا مامي. ولاد اخواتك. انا لقيت الولد ده بره يا مامي، الولد شنكل البواب ماسكه بيقول حرامي، راح قال ان هو اخو مسلحي. فعلا اخوك؟ ايوه اخويا. انت مش قلت انك هتتجوز النهارده؟ ايوه. انت مش قلت هتجيب حاجات وانت جاي؟ انا وانت سبتني بره ليه؟ ما هو خدها مني البواب. ايه ده احنا مناسبين يهود ولا ايه؟ انت ايه يا مسلح، اخوك ولا مش اخوك؟ اخويا. طب خلاص قلت لك من الاول نسب عره وانت منك لله. بني ياكلك. بني ما حدش عليك. لا 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 بني. ايه استي استا استي. ولا هيعبرك ولا هيعبرك ما يعرفكش. لا يا اما لا يا اما ده بيحبني. استرن جروي استرن جروي. سمعتها في الفيلم يا اما بتاع يا عم. روح نطيت له بالعافيه، مش عايز يجي لك. لعلمي ما عدتش خطبتك كده. ولاد اخوكي بتاع امريكا جايين يغنوا، عندهم مواهب زي زي زوزو. قمر سيبوني بقى اقدم الفقره دي. طبعا. والان مع الموهبتين الفازتين ولاد اخواتينا الذين في امريكا. أيوة. التي قمت بتدريبهم تدريبات شاقه عاتيه. الكذب ده. وسيقدمون الان اغنيه من تاليفي والحاني وغنائي بصوتهم. سافروا خلاص. خلصت الاغنيه. الله 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 الله. مبروك يا مسلح. مبروك يا افراح يا حبيبتي. مبروك يا مسلح. مبروك. انت انا قاعد اسمعك اولا.
ايه في ايه مرض؟ استنى حبيب انت قاعد برقص معاكم متكيفين قوي رقصه مش عارف انت مين اصلا. انت مش عارف انا مين؟ ايوه ابن عم مسلح. ابن عم مسلح ايه وانتوا كلكم يهود في بعض كده؟ ابن عمك الواد ده؟ ايوه بس انا ما عزمتوش عشان هو اساسا حرامي غسيل. ايه بقى الله خلاص يا جماعه كلنا نسايب في بعض الحمد لله. ده رضا من ربنا اني عشت وشفت ولادي واولاد ولادي. احمدك يا رب ولاد امبابه وذريتها واحفادها يا رب الف حمد وشكر.